التلفزيون المصري يقدم رائعة منى أبو النصر مسلسل بكار. تدفع يا بكار يا ولدي، همام بيهزر معاك. محروس املى البكار السبت بتاعه سمك من بريمو واديله سبت تاني كمان هدية. وجب يا رئيس جردوني. شكرا يا عم جردوني، بس انا مش هقدر اشيل سبت تاني. يبقى همام يوصلك. المرة الجاية بدل ما تيجي تاخد سمك مننا تصطاده بنفسك. اصطاده ازاي يا همام؟ تيجي معانا. لا يا عم، انت مش فاكر اخر مرة جيت معاك حصل ايه؟ حصل ايه يعني؟ تهنا في البحيرة وكنا هنغرق والتمسيح اتلمت علينا. لا يا بكار، احنا مش طالعين البحيرة المرة الجاية، احنا هنصطاد من البحر. البحر؟ ازاي؟ ابويا يشتغل على مركب صيد كبيرة جاية من عزبة البرج وياخدني معاه. أول حاجة هنروح نقابل المركب في القصير اللي على البحر الأحمر. تمام، وبعدين نركب معاهم المركب ونطلع في وسط البحر. وهترجعوا على طول؟ لا، أبويا بيقول إن الرحلة دي هتقعد أسبوعين. ياه. أيوة، بس خلي بالك إحنا يمكن نزور بلاد كتيرة، السعودية أو السودان أو اليمن، ما هي كلها دول بتطل على البحر الأحمر. طب خدوني معاكم. وبعدين بقى يا ريس ابو عطيه، انت هتقف هنا كتير ولا ايه؟ مش كتير قوي يعني، انا اتصلت بجردوني قبل ما نطلع وقال لي انه جاي في الطريق. لا اله الا الله يا رب، انا مش عارف اللي بيحصل ده ايه. اشمعنى يعني جايب صيادين من نوبه؟ ايه حكايه البحر الافريقي ده كمان؟ ما كنا خدنا معانا الواد توما مثلا ولا الواد رجب وخلاص. البحر الافريقي ده عارف الطريق؟ ايوه، والريس جردوني زبون عندنا واشترى من الترسانة بتاعت العزبة مركبتين لحد دلوقتي. مفيش حاجة يعني لما ناخده معانا. يا ريس يا ريس ابو العطا، دول صيادين نلو بس، صدقني البحر هيبقى صعب عليهم قوي قوي. بتهيألي ماشي يا اخوي.
السلام عليكم ابو صلاح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح واحد. اهلا اهلا راس ابو عطاية. فضل يا سيدي، كبالة موجود عندي ومستنيك بقى ليومين. اهم حاجة انه يكون عارف نظامنا كويس. امان ما تقلقش، كبالة دول بحر وصياد كده حدوته، واحسن واحد يدلك على الطريق في البحر الاحمر، بيشتغل في البحر الاحمر من ايام ما كان لسه اصفر. طيب ماشي. جهزت من الشبك؟ جاهز. كبالة روح مع الرئيس ابو عطايا، يلا هات له الشبك عشان هتطلعه دلوقتي. حاضر. لا مش هنطلع دلوقتي، احنا لسه مستنين ناس. بس تعالى معايا عشان اوريك المركبة الاول. تعالى تعالى. خلاص يا امي اوعدك اني هخلي بالي من نفسي. وبعدين يعني دي مش اول مرة سافر برا مصر. ماني عارفة يا ولدي، لكن دي اول مرة تسافر في البحر على مركب صيد. ما تقلقيش يا مبكر، ان شاء الله يرجع لك بالسلامة وحيملى لك البيت سمك. مع السلامة يا بكار. مع السلامة يا ولدي. مع السلامة يا امي. خلي بالك من نفسك وخلي بالك من رشيدة. يلا يا بكار تعال بسرعة. يا باشا، مركب الصيد اللي كلمتك عنها وصلت القصير النهارده. حسب معلوماتي هيدخلوا البحر، وعلى كل حال انا بعت كبالة معاهم. عليك نور، هو هيوصلهم لغايه عندك. ما تنساش بقى فلوسي. ها شكرا. صباحا وباكم. ايوه نزل هنا. أبداوي. الله مين بين دهلي؟ صباحين دلع والتلاتة هزار يا ريس. أمرني. الجماعة وصلت هم. تعال بقى يلا عشان تشيل معاهم. لأني تحت أمرك. أهلاً 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 ريس كرداني. أهلاً أهلاً ريس أبو عطاية. خلاص وصلنا يا بكار. هي دي المركب؟ أيوه.